لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عليهم جميعا الصلاة والسلام إلى يوم الدين. وبعد، ورد إلينا سؤال يقول: هل يجوز للصائم أن يستخدم معجون الأسنان في نهار رمضان وهو صائم؟ فنقول بالله التوفيق، إن استخدام المعجون أو السواك أثناء الصيام هو من المباحات، بل إنه من المستحب استخدام السواك لتطهير الفم أثناء الصيام لما يصدر منه من بعض الروائح الكريهة نتيجة خلو البطن من الطعام أو الشراب. فنقول إن استخدام المعجون جائز، ولكن يشترط أن يكون الإنسان على يقين من أنه لن يبتلع منه شيئا، فإذا لم يأمن الإنسان من أن يبتلع منه شيئا أخره إلى الليل. هذا وبالله التوفيق.